عندنا نماذج عدغرة صعلوك العائلة الأب يزوج بنته على حساب مصلحته صحيح اي والله لا لا صحيح يبزنس بولاده موجوده يتاجر ببناته موجوده هكذا مصلحته الشخصيه اخش كاين زوج كاين الموديل تاع لي مستقيل مستقيل عايش حياته وما يهموش العائله نعم طابت تحرقت قرا وما قرا الزوج وما تزوجوش اتكالي هو انسان مصلحه شخصيه ما يضحيش نعم. على العائله هذا نوع من النوع الاخر اخطر اخطر صحيح النوع الاخر شوف يستغل نعم. ولاده يورط العائله كامل معه يستغل بناته هو يدعي ولاده ويدعي بناته للفساد يدعيهم للغش يدعيهم للمساوئ الاخلاق صحيح المهم يجيبوا له ارباح يجيبوا له فايده وهذا مشكل كبير هذايا شغل لانه عاده اللي باروش يحوسوا حوايج يحوسوا فكره قال جيب لي موارد نعم هكذا جيب لي مال ودير لي سمعه قال دير لي طلع لي اسمي وجيب لي جيب لي مدخول عرفت شوف صافي كتوس هادو صعاليك هادوما اللي رانا نحكوا حنا في التنوع تاعهم هادو كاع ياثروا على الفاميليا وبعدو يحدوا طبيعه العلاقات نعطيكم باريزون من اهم صعاليك المنتشرين في العائله الجزائريه موجوده يعني في العائله الجزائريه خلينا هو النمام هذاك اللي واش يدير هذاك ينقل الهضره نميمه والكذب ينقل الهضره باش واش يدير باش يفرق كاع العائله يجيك عبد الملك يقول لك والله خويا عبد الملك والله البارح ضربت عليك واش به اخوك هذاك خونا الاخر بدا يقول لي عبد الملك عيان ومنا وهو ومرته عيانه وهكذا ولاده مش مربين ومنا وانا قلت له كيفاش عيب عليك هذا خونا ومن بعد واش دير نتايا تقول له صار هكذا تجبد عليه تجبد عليه والاخر وتميل للاخر وبعد واش يدير هو يفرق لنا كاع كيما راه نفس الكلام يقولوا لوحده اخر وبعد واش يدير وبعد نقول له ما نقدروش نتهضروا بيناتنا كحل قلبنا